تمتع على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور وأذنت مساجد ورنات الكنائس جيران الفلا أبواب بلا حارس ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قطيع الرأيان سيد الرئيس أنا لا فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة بين ليالينا سأفطر في القدس عاصمة فلسطين يكتبها رب الأمنيات العالقة بين ليالينا سأفطر في القدس عاصمة فلسطين